حديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. حرمة دم المسلم، عبد الله مسعود عرفنا به تذكرون في الحديث الثالث مر بنا. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وحده خالدا فيها، وغضب الله عليه ثلاثة ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات الذي يقتل مؤمنا متعمدا. إذن دم المسلم يعني ثمين، له قدر عند الله تبارك وتعالى. هنا أباح قتله، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذه الأمور الثلاث، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما الثيب الزاني، الثيب يقال رجل ثيب وامرأة ثيب. الثيب هو من دخل بنكاح صحيح، لو واحد عقد وما دخل ليس بثيب، لو زنى بدون زواج ليس بثيب. متى يصير ثيب؟ لما يعقد صح ويدخل صح، يعني حتى يذوق الحلال، من ذاق الحلال صار ثيبا. هذا إذا وقع منه الزنا حل قتله، وهو الرجم بالحجارة، وهذا إنما يقيمه ولي الأمر، طبعا ليس كل أحد له أن يقيم هذا الأمر. فالقصد أن الثيب الزاني يجوز قتله ويباح دمه لفعلته الشنيعة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الثاني النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل. قال الله تبارك وتعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب والنفس بالنفس. ولما قتل العرانيون الراعي أمر به النفس فقتلوا، ولما قتل يهودي جارية أمر النبي به فقتل. فهذا النفس بالنفس. الثالث التارك لدينه، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو المرتد، هذا هو المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، كما أخرج ذلك البخاري. بل حروب الردة ما سميت حروب الردة إلا هي لقتال من بدل دينه، كل هؤلاء المرتدون بدلوا دينهم، ولذلك أعلن الصحابة عليهم القتال، وهذه مسألة إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بمن يقول الآن اليوم أنه لا داعي قتل المرتد وكذا، لا، هذا دين، أن من ترك دين الله تبارك بعد أن دخل فيه طواعية فإنه يقتل مرتدا، وهذه عقوبة، وليس لأجل أن يرجع للإسلام، لا، الإسلام غني عن هذا وأمثاله، ولكن هذه عقوبة، كعقوبة السارق وعقوبة الزاني وعقوبة شارب الخمر، كذلك عقوبة المرتد الذي أتى بشيء نقض هذا الدين فإنه يقتل لهذه الجريمة. قوله المفارق للجماعة، إما أن يكون التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني بتركه لدينه فارق الجماعة، فيكون يعني وصفا له، يكون وصفا له، أو أن المفارق يقتل ولو لم يكن مرتدا، فيكون قسما رابعا، والأول أولى. لكن هل هؤلاء فقط الذين يقتلون أو يقتل غيرهم كذلك؟ الصحيح أنه يقتل غيرهم، يقتل أهل البغي كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يجوز قتال الباغية. كذلك ممن يقتل قطاع الطريق كما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أيضا قطاع الطريق يقتلون. كذلك الخارج على جماعة المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك من جاء في قتل الجاسوس لما أرسل حاطب بن أبي بلتع رسالة إلى قريش يحذرهم من قدوم النبي إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب، يعني لماذا أرسلت هذه الرسالة؟ فقال والله يا رسول الله ما نافقت. ثم قام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. ولم ينكر عليه أن قتله جائز، لكن أنكر عليه أن هذا من أهل بدر، له استثناء، أن هذا له استثناء، ولكن القتل وارد. كذلك من يعمل عمل قوم لوط، وقد أجمع الصحابة على قتله واختلفوا في الطريقة فقط، لكن أجمع الصحابة على أن الذي يعمل عمل قوم لوط يقتل، لكن بعضهم قال أعلى مكان في البلد يرمى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وبعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يرمى بالحجارة كما هو حال الزاني المحصن، لكن اتفقوا أنه يقتل من يأتي عمل قوم لوط. كذلك الجماعة إذا قتلوا واحدا يقتلون به، كالعرانيين لما قتلوا الراعي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عمر: لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. يعني إذا اجتمع جماعة على قتل شخص يقتلون، إذا كان عمل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتله، مو واحد يطالع، لا واحد شاء هذا ماسك وهذا يضرب وهذا كذا وهذا كذا، كلهم قتلوه يقتلون. ولذا علي لما قاتل الخوارج، لما قتلوا عبد الله بن خباب قال لهم علي: من الذي قتله؟ قالوا: كلنا قتلناه. فخرج إليهم علي وقاتلهم في معركة النهروان رضي الله عنه، وأزال شأفتهم رضي الله عنه. يستثنى من القصاص النفس بالنفس، هل كل نفس بكل نفس؟ لا. الولد إذا قتل والده، الوالد عفوا إذا قتل ولده، هل يقتل به أو لا يقتل؟ اختلف أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به، لحديث لا يقتل والد بولده، وقالوا أن الوالد هو سبب وجودك في هذه الدنيا، فكيف تكون أنت سبب ذهابه من هذه الدنيا؟ وذهب مالك إلى أنه إذا تعمد قتله يقتل، إذا تعمد قتله يقتل، وهذا هو الصحيح، أن الوالد إذا تعمد قتل ولده فإنه يقتل به. المسلم إذا قتل كافرا عند الجمهور لا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، وهذا متفق عليه. والحر إذا قتل عبدا الجمهور عندهم لا يقتل لعدم التكافؤ، وذهب أصحاب الرأي أبو حنيفة ومن معه إلى أنه يقتل به، يقتل بالعبد ويقتل بالذمي يعني بالكافر. الذكر هل يقتل بالأنثى؟ نعم، لا فرق بين الذكر والأنثى، الذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر كذلك. هل يقتل غير المسلم؟ الأصل أن المحارب هو الذي يقتل، أما غير المحارب كالذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء لا يقتلون، لا يقتلون، فهؤلاء لا يجوز قتلهم بل دمهم معصوم، لأنهم إما معاهدون يعني أخذوا عهدا من المسلمين، وإما ذميون أصلا عايشين مع المسلمين من الكفار اليهود أو النصارى أو غيرهم، وإما أن يكونوا يعني أعطوا الأمان، أعطاهم الأمان، والمسلم أي مسلم يقدر يعطي الأمان. ولما دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا جاء علي رضي الله عنه يريد قتل ابن هبيرة وكان كافرا، فوقفت في وجهه أخته أم هانئ أخت علي ابن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ وقفت في وجه علي وقالت: أني أمنته، مع أنها مرأة، قالت: أمنته، فقال: إنه كافر، قالت: أمنته. فذهب علي مع أم أيمن للنبي صلى الله عليه وسلم يحتكمان، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي، تقصد عليا رضي الله عنه أخوها، تقول: إن ابن أمي زعم أنه قاتله وقد أمنته، تقول هي: أنا أمنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمننا من أمنتي، أو قد أجرنا من أجرتي، فقبل جوارها صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.